الآن قضية الاختصار بيذكروا في مناهج المحدثين أن من منهج الإمام البخاري الاختصار. هل البخاري هو اللي يختصر؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أن البخاري كما سمع يروي، بمعنى هذه الرواية سمعها من شيخي عمرو بن عباس سطر ونص فأوردها كما هي. الآن سمع نفس الرواية من شيخه مسدد سطرين ونص فأوردها كما هي. أما أنه هو يختصر لا، لكن في من طبعا الاختصار بمفهومه أنه حديث أو قول أو مقالة من 20 جملة أنت تعيد صياغتها في 10 جمل، هذا لا يفعله البخاري، إنما كما سمع من شيوخه يروي. لكن في شيء آخر عند البخاري بسموه تقطيع الحديث، إنه حديث يأتي من 4-5 جمل فربما يأخذ منه الجملة الأولى والثانية فقط، في مناسبة أخرى يروي الجملة الثالثة والرابعة وهكذا. هذا يسمى تقطيع الحديث، يفعله البخاري بشرط أن لا يؤثر ذلك على المعنى والفهم. والغاية منه أنه أحيانا بيكون الحديث فيه شيء من الطول، مثلا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أوردها مسلم سياقا واحدا طويل، الإمام البخاري جزأها إلى فقرات، وكل فقرة يعطيها عنوانا، أي يحاول أن يقرب لك الفقه والفهم في هذا المقطع، بينما لو سردها كلها سردا واحدا فربما فات الفقه والفهم في بعضها.